بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالي وتجعلني عندك أهون هالي كثيرة العلل طويلة الأمال إن مس الشر تجزع وإن مس الخير تمع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالريم والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغتي حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخازي والعيوب ساترا ومن البلاء واقيا وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.